السلام عليكم أيها الإخوة المهندسون والمهندسات، مرحبا بكم في هذا الدرس الأول من دروس مجموعة تطبيقات الأوفيس 365. بداية نريد أن نعرف ما هو الأوفيس 365. أوفيس 365 هو مجموعة تطبيقات إنتاجية من شركة مايكروسوفت، تعمل على الخدمة السحابية المعروفة بـ SaaS Software as a Service، تطبيق مقدم كخدمة. هدف هذه الباقة من التطبيقات هي إمداد الشركات والموظفين وحتى الأشخاص العاديين، سواء كانوا طلاب، تلاميذ وغيرهم، بسلسلة من التطبيقات المكتبية والتطبيقات المستخدمة في الإنتاج اليومي، مثل خدمة البريد الإلكتروني، مثل خدمة مشاركة الملفات، لتمكينهم من القيام بمهامهم اليومية بشكل أفضل. وطبعا قلنا هي خدمة، إذا كانت خدمة، الجديد فيها هو أنها cloud based، يعني الفرق بينها وبين الأوفيس العادي أو الأوفيس التقليدي أن هذه الخدمة cloud based، يعني أن الخدمات المقدمة إنما خوادمها مستضافة على خوادم مايكروسوفت، ليس شيئا تستطيع أن تتحكم فيه أنت. أتكلم عن الخدمات الخلفية الباك إند سيرفيسز. طبعا يمدك البرنامج بواجهة للتطبيق أو للبرنامج الذي تريد أن تشتغل عليه، وتشتغل عليه كما تشتغل على أي برنامج آخر. طبعا تستطيع تنزيل التطبيقات المكتبية الوورد والأوفيس والوورد والإكسل والباوربوينت وما إلى ذلك، تستطيع تنزيل النسخة المكتبية، لكن الفرق بينها وبين النسخة التقليدية العادية أن هذه متصلة بحسابك في مايكروسوفت، فيمكنك مشاركة الملفات والمستندات في الوورد، في الباوربوينت، مع غيرك من زملائك في العمل، أو حتى من غيري من خارج شركتك أو خارج إطار عملك، عبر الخدمة الرائعة OneDrive for Business. إذن كانت هذه نبذة تعريفية عن الأوفيس 365. قلنا أنها خدمة سحابية cloud based، subscription based، خدمة تعتمد على الاشتراك، فهي باشتراك شهري، وتوفر licenses، يعني تمنحك رخصة، وعلى قدر احتياجك تشتري عدد الرخص التي تحتاجها. وهنا سوف نرى في موقع مايكروسوفت، كما ترون إخواني أخواتي، هناك قسمان رئيسيان لخدمة الأوفيس 365. هناك القسم المخصص for home، الاستخدام الشخصي، وهذا طبعا يختلف من اشتراك لآخر. هناك الاشتراك، هذا مثلا أوفيس 365 home، الاشتراك السنوي، هنا بالدولار الكندي لأنني أعيش في كندا، الاشتراك السنوي 109 دولار كندي للسنة، أو تستطيع أن تدفع شهريا 11 دولار في الشهر. الفرق بين هذا وهذا، مثلا personal والأوفيس والهوم مثلا، هو في العدد المسموح به للتنزيلات حسب الرخصة. مثلا هذه الهوم أظن تمنحك إمكانية المشاركة مع العائلة إلى حدود 6 أشخاص، يعني تستطيع أن تنزل نسخة لكل جهاز، 6 نسخ، أما هذه فقط لاستخدام الواحد. هذه الأوفيس الهوم أند ستودنت، هذه للطلاب، ثمنها أعلى قليلا 169 دولار، رغم أنها للأسف
تعطي فرصا اقل وبرامج اقل، لكن تستطيع ان تنزلها على كمبيوتر حاسوب واحد او ماك. ننتقل الى اوفيس 365 للبزنس يعني للشركات. هناك الشراكات المختلفة على حسب الخدمات المقدمة طبعا. مثلا إذا نظرت هنا خدمات الرئيسية، هناك Office 365 Business $11، هناك البزنس Premium $16، وهناك البزنس Essentials. ما هو الفرق؟ الفرق هنا في الخدمات المتوفرة أو الخدمات الإضافية. مثل Office 365 Business قد تستخدمها في الشركة لكنها توفر فقط هذه الخدمات Outlook, Word, Excel, PowerPoint والAccess والOneDrive. أما Office 365 Business Premium ثمنها $16 إذا كنت ستلتزم التزاما سنويا، أو هناك طبعا طريقة أخرى للالتزام الشهري بأظن هناك $3 زائدة. ما الفرق بينها وبين هذا؟ هذه تعطيك حق الولوج إلى خوادم، ليس فقط تطبيقات للاستهلاك الشخصي أو الاستهلاك اليومي، إنما تعطيك إمكانية الولوج إلى خادم الإكسشينج، وهو خادم البريد الإلكتروني لكن الفيرجن الأونلاين، النسخة الرقمية التي تكون على خوادم المايكروسوفت. وهناك الون درايف، وهناك شير بوينت اونلاين، طبعا خادم شير بوينت على خوادم مايكروسوفت، وهناك تيمز الذي سيعوض سكايب فور بزنس. وليس هذا فقط، ليست هذه فقط هي الاسعار المتاحه للانتربرايز او الشركات. اذا ضغطنا على سي اوبشنز فور انتربرايز، انظروا ماذا سيحدث. كما ترون هناك اختيارات متعددة، وطبعا على حسب مجال العمل. فأثمنة البيزنس صغير ليست مثل أثمنة الإدوكيشن الأغراض التعليمية، ليس مثل أثمنة الحكومات، ليس مثل أثمنة المنظمات غير ربحية. انظروا مثلا هنا سمول بيزنس، هذا $16 للبرو بلس. الاي 3 وهو نسخة جيدة تعطيك حق الولوج إلى خدمات أخرى مثل اليامر، وهو التطبيق المكافئ لفيسبوك، هو تطبيق دردشة ولكن فقط لاستخدامات للدردشة بين العمال والموظفين. هنا الاي 5 أعلى سعر ثمنه $44 للشخص. إذا ذهبنا إلى Education، انظروا إلى الفرق بين الأسعار، رخيصة جدا لكن طبعا تحتاج إلى حساب، تحتاج إلى إثبات أنك طالب أو تدرس، يعني ينبغي أن يكون عندك بريد إلكتروني مقدم من الجامعة أو الشركة. ويختلف طبعا الأمر من التلاميذ والأساتذة، الأساتذة الأساتذة مثلا الـ A1 مجانية، الـ A3 4.5، الـ A5 $11، وهكذا. طبعا الحكومات ربما تكون أعلى سعرا، هذا ينبغي أظن تحتاج إلى إذن خاص، وتحتاج إلى إجراءات خاصة. هناك أيضا منظمات غير ربحية، كما ترون أثمنتهم أرخص مقارنة بالسمول بيزنس، إلا إذا كانت طبعا منظمة غير ربحية ذات موظفين، ذات عدد أكبر موظفين، ومع ذلك تبقى أرخص من الشركات ذات الهدف الربحي أو ذات الهدف النفعي.
ودعوني آخذكم في جولة في حسابي الخاص. مثلا أنا عندي Office 365 Business Premium، رغم أنه ليس عندي بيزنس، لكني اشتركت في هذا الشراك لأتبحر وأتعلم السلسلة الإنتاجية Office 365. فكما ترون هناك نسخة أونلاين من Outlook، نسخة على النت من OneDrive الذي يتيح إمكانية مشاركة وحفظ البيانات في السحاب، Word، Excel، وفوق هذا هناك أيضا تطبيقات قد يستخدمها المحاسبون إذا كنت تدير عملاء أو لديك زبناء، تستطيع استخدام خدمة الانفويسين لإنشاء الفواتير. وهنا طبعا الأدمين سنتر، وسوف نرى كثيرا من هذا بالتفصيل فيما يأتي من الفيديوهات. هذا الأدمين سنتر لنلقي نظرة عليه، هو الواجهة التي تمكنك من هذه لوحة التحكم الخاصة بك التي تستطيع من خلالها إدارة حسابك في الأوفيس 365. لا أدري إذا كان هناك مشكل، لا فقط أخذ بعض الوقت. انظروا كما ترون هنا، يعطيك فكرة عن اشتراكك. هنا مثلا خدمة الدفع الذي أنت مشترك فيه، هنا اليوزرز الموجودين، وهنا إذا ضغطنا على Show All ترى مثلا إذا ضغطنا على Health تعطيك فكرة عن الخدمات وهل هناك خدمة معطلة ما إلى ذلك. مثلا ترون Exchange، هنا ليس هناك أخطاء، ليس هناك يعني Errors، ولكن هناك Advisories نصائح. وهنا كما ترون هنا الأدمين سنترز يعني مراكز التحكم، فهنا الإكسشينج مثل التحكم في البريد الإلكتروني وإعداداتك الإلكترونية، هنا تيمز للتحكم في إعدادات المحادثات وخدمة الفويس أوفر آي بي، Azure Active Directory طبعا هي الأكتيف، خدمة الأكتيف دايركتوري على Azure Cloud، السحاب المقدم من مايكروسوفت التي تستطيع من خلالها إدارة كل ما يتعلق بالايدنتيتي المشتركين والهويات وما إلى ذلك والحسابات. إذا إخواني كانت هذه نبذة سريعة عن Office 365، أراكم في درس قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.